بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم النهارده على ازمه محمد النني وحسام البدري. الازمه اللي سمعنا فيها سيناريوين، سيناريو بيتكلم على عصيان وتمرد من محمد النني على مدير فني منتخب مصر حسام البدري، والسيناريو الثاني بيتكلم على مدى مثاليه محمد النني ومدى ان هو لاعب ملتزم. ولما حسام البدري قال له انت مش تلعب انت والسوليه، الراجل تقبل القرار بكل هدوء وبكل منطق. والكلام الكتير في السيناريو الاول على ان حسام البدري عطى وعود لمحمد النني بعد مباراه كينيا ان انا هستدعيك عشان خاطر هتلعب اساسي، بعد كده مش هستدعيك عشان خاطر احدك دكه. عيب يا نني، انا حسام بدري، انا عمري ما كدبت على لعيب. وروح اسال حسام غالي، وروح اسال عماد متعب، وروح كمان اسال صالح جمعه، وروح اسال احمد الشيخ، واسال كل لعيب مرنته في الاهلي كنت بديله وعد واجي المباراه اللي بعديها ما لعبوش. حاجه يا معلم، مش معنى انت اللي هوفي معاه. والكلام اتقال ان النني طلب منه التسخين، وان الراجل ما رضيش يسخن وقال له مش هنزل الشوط الثاني. على الناحيه الثانيه السيناريو الثاني بيقول ان النني اتصل ابراهيم فايق وقال له انا زعلان جدا من قلت الكلام اللي بيتقال عندكم ده. يا ابراهيم، انا عمري في حياتي ما اعترضت على قرار المدرب، حتى كابتن حسام البدري لما قال لي ان انا مش هلعب المباراه اساسي وعمرو السوليه هو وعمرو السوليه برده كان معايا وقال لنا انه هيبدا بطارق وحمدي، ما كانش عندنا اي مانع وكنا عندنا هدوء وتقبلنا القرار. بس البدري خلى اللعيبه كلها تسخن ما بين الشوطين وعلشان خاطر هننزل. بعد كده رحت بشوف هنزل ولا لا، لقيت كابتن حسام بيتكلم على الايجابيات والسلبيات، قلت عادي هنزل الشوط الثاني. بعد كده كابتن حسام طلب من اللعيبه ان هي تقوم تسخن وانا ما قمتش اسخن عادي جدا، لحد ما نزل الشعلاني ما قال لي يلا نني نسخن مع بعض، ونني كمل تسخين. ومع ذلك كابتن حسام نادم على عمر جابر ونادم على اللعيبه اللي كانت جنب محمد النني، ما نادمش على محمد النني. يعني انا كمحمد النني بريء من كل حاجه. هتقول لي انت مصدق انا سيناريو؟ اقول لك طبعا الاول حسام البدري معروف بوعوده الكذابه للاعبين. البدري يقول لك انت هتبقى عنصر اساسي معايا من المباراه الجايه، انت مش زعلان؟ هلعبك الماتش الجاي، وتيجي الماتش الجاي لان انت ما بتلعبش عادي. طب يا كابتن حسام هو جو عيال؟ يقول لك اه عيب يا معلم، الماتش اللي بعديه هتاخد اساس على طول. يقول لك لا، طب الماتش اللي بعدين احتياط يا كابتن. يقول لك يا ابني الماتش اللي بعديه انا مش قاصد على ده، انا قاصد على اللي جاي. بس الكلام اللي بيتقال دلوقتي على ان في ناس بدات تتدخل في الازمه ومنهم محمد صلاح. يعني محمد النني لسه عطيله التصريح الاسبوع اللي فات ان صلاح احسن لعيب افريقي في التاريخ، فطبيعي ان محمد صلاح يتدخل له ويقول له يا عم حسام مش هينفع كده، النني لازم يلعب اساسي. وسبحان الله هتلاقي ان القناعات كلها بتتغير، واللعيب اللي كان رقم 5 المباراه اللي فاتت عادي جدا في اساسي جوه الملعب. يا كابتن حسام انت مش مرقمها، وعمرو السوليه رقم 3، وبعديه كمان عمر جابر رقم 4، حمدي وطارق 1 و2، والنني مفترض انه 5. ازاي بقى النني هينط في مباراه بكره جزر القمر هيكون اساسي؟ بس عادي ولو في ذلك حكم. واجب عليك ان تصدق ان محمد النني لم يعترض ولا اي حاجه، وانه كان رقم 5 في يوم، والماتش اللي بعديه بقى رقم 2. يا جماعه بطلوا ظلموا حسام البدري. هو مدرب مغرور، هو مدرب عنده تارجت من اول يوم انه يجي يلم فلوس ويعد كاشات، بس الراجل حرفيا محقق التارجت بتاعه. يعني الراجل تقريبا كده في السنه 14 مليون جنيه، ربنا يبارك له ويزيده. الراجل مش عايز اداء ولا عايز روح ولا عايز انجازات ولا رجع منتخب حسن شحاته ولا يكون عندنا اي اداء ولا الكلام ده، المهم ان هو يلم فلوس، والراجل بيلم فلوس. حسبي الله ونعم الوكيل في اتحاد الكوره. انا قلتها لكم من البدايه، قلت لك مدير فني وافق ان هو يدخله شغل من اول يوم، خد مدرب عام على البيعه كابتن طارق مصطفى اللي لحد دلوقتي ما بيعملش اي حاجه ولا بيقوم يدي تعليمات للعيبه، وخد معاك مدرب حراس مرمى زي ايمن طاهر. رفضها حسام حسن ورفضها ايهاب جلال وكان عندهم دم من البدايه، انما مستر فتيحه قبلها من البدايه. فما تقوليش ان الراجل ده في يوم من الايام هيقدم اداء مع منتخب مصر، هيفضل طول عمره كده ودايما حاجه واضحه. هيقول لك الاعلام بيهاجمني، مش عارف اللعيبه مالهم، مش عارف ده كان صايم ده حسام البدري مش هيقدم اداء من هنا لحد ما يمشي. قلت لك على غلطه، وانت جاي على غلطه، لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو ما عجبكش اشتم راحتك. بس انا برضه لسه مصدق القصه الاولى.